السلام عليكم يا محبي الرياضة الإلكترونية في كل مكان، واليوم نحن بحلقة جديدة من حلقات الرانكت بلعبة فيرتشوا تنس 4. ومثل ما عودناكم، هاي المباريات بتكون كلها ضد لاعبين حقيقيين، مثل ما شايفين قدامنا اللاعب تاتول ليوبارد 168، بعتقد هذا اللعبانين ضده من قبل، هو قوي بالسماش وبالستروكس. ولحنا برجع بذكر انه لحنا ما فينا مبارياتنا تكون طويلة، لانه هي ما فينا نغير بالاشواط، لانه هاي مباريات كلها مسجلة بالرابطة العالمية الالكترونية تبع اللعبة. طبعا انا عم بلعبها على البي سي، هي موجودة على البي سي والبلاي ستيشن والاكس بوكس وكل الاجهزة، حتى البي اس فيتا موجودة عليها. انا حاختار نادال اليوم بداعي التغيير، وبحب اقول كمان انه يعني هي ميزة هالسلسلة القصيرة انه نحن بنلعب يعني بوقت قصير، بصير اي حدا بيقدر يشاهد هالمباراة، ان كان بالباص ان كان وين ما، اي منطقة، بنتذكر الاخلاق الرياضية بنقول هاي وجود لك للخصم، وبتبلش المباراة ونرسل ارسالنا الاول بيجي خارج الملعب، ارسال ثاني وضربة بالباك هاند كروس كورت، نضرب سلايس لنقدر ناخذ موقع يعني نرجع فيه، ونضرب ضربة كروس كورت بعتقد ما حيصدى، والله صدى يا سلام، وبنضرب ضربة فور هاند اوبن انجل بطريقة كتير قوية، وبنرجع بنحاول نضرب اوفر هيد على الجهة الثانية. شو عم بيساوي اللاعب كوريا؟ عم بيصد كل الضربات وما زالت النقطة حامية جدا، وبنضرب فور هاند يعني كروس كورت، وبنحاول هلا نضرب فور هاند باوبن انجل، يعني ما 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 في حل، ما في حل، النقطة حماسية جدا، سوليد ديفنس فعلا يا جيم كوريا، والنقطة ما زالت مستمرة، ونضرب بنحاول نغير نكسر الايقاع، وبنضرب ضربة مفتوحة يا سلام. شوف 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 الزاوية، شوف الزاوية قديش كبيرة كبيرة، ضربة وينر كروس كورت بالتوب سبين، لا تصد ولا ترد، ويلا يا ماتادور، يعني فعلا فاموس يا ماتادور على هالضربة. بنوصل الرسالة الأول وبيصده، وبنضرب ضربة داون ذا لاين، وبنركز على نفس الزاوية، وطبعا بنحصل على هالنقطة بكل سهولة بخدعتنا للاعب الخصم، لانه هو فكر انه حنضرب احنا مع اتجاه الجسم، احنا ضربنا عكس حركه الجسم، وهذا نهال للنقطه الثانيه. يا سلام 30-0. طبعا بتلاحظ النقطه الثانيه كانت اسهل، لانه الخصم هلا خلص تلبك شوي، ما عارف كيف بده يربح، وبنبلش النقطه الثالثه اوبن ستانس، يعني شوف 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 هالضربه شو قويه، وبنركز على نفس الزاويه، بنضل مركزين على نفس الزاويه مع الشيء، وفجاه بنغير الايقاع على الزاويه الثانيه، وبنغير بنضل على الجهه الثانيه داون ذا لاين، وخلاص خلاص أعزائي المشاهدين، بنشوف فوق جيم كوريا علامات استفهام كبيرة، ما عاد يعرف وين بده يروح، ما عاد يعرف شو بده يعمل، العامل النفسي عنده تدمر بالوقت الحالي، ونحن على إرسالنا للفوز بالشوط الإرسال، ويا سلام إيس بتقنية السلايس. شوف الدوران، شوف الكرة كيف انحرفت خارج الملعب، وبيسأل لي المشاهد ليش الكرة بتنحرف كل هالقد بهالجهة من الملعب، جاوبه لأنه نادال يسراوي. نعم عزيزي المشاهد يسراوي، مشان هيك كراته بتنحرف لهي الجهة المعاكسة للاعب اليمناوي. بنرجع للمباراة بالشوط الثاني اللي هلأ بلش، وبنحاول يا سلام جيم كوريا ببلش بداية رائعة بما يسمى بتقنية السيرف اند فولي، يعني بيضرب سيرف وبيفوت على الشبكة وبيكمل، نجحت معه وبياخذ النقطة الأولى، والنقطة الثانية كمان بتقنية السيرف اند فولي بكل سهولة بياخذ النقطة، يعني يا سلام يا جيم كوريا، يعني عم نشوف لاعب ثاني عزيزي المشاهد، لاعب ثاني جدا يعني بده يربح المباراة بأي ثمن. بنلعب كرة بالعمق وبنحاول نضرب ضربة، شوف هالضربة، شوف 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 التمركز، يعني فعلا تدرس تدرس طريقة ضرب الكرة من هالزاوية، بيسددها نادال بطريقة التوب سبين داون ذا لاين، لا تصد ولا ترد، وينر. طيب النتيجة 30-15، نضرب ضربة بالعمق، نضرب لنفس الجهة بعتقد، يا سلام الضربة اللي صارت، انه نحن طبعا بنقول له سوري سوري لانه انا ما قصدتها، بس الطابة طلعت لوب لوب، يعني رفعة اجت رفعة بالغلط بدون قصدي، انا جبتها باخر ثانية، بقى انحسبت لنا نقطة بطريقة الرفع. و 30-30، مباراة جدا جميلة بصراحة. بيلعب ضربة سلايس بنصدها، نضرب ضربة سلايس كمان لنرجع ناخذ موقع، ونضرب ضربة قوية بالباك هاند كروس كورت، يا سلام يا سلام، ثلاث نقاط على التوالي، ولا أروع ولا أجمل، يعني اللاعب جيم كوريا مرة ثانية فعل كل شيء، يعني هلا نحن قدام فرصة إنهاء المباراة عزيزي المشاهد، هل حنقدر نستغلها من أول مرة ولا ما حنقدر؟ نضرب ضربة قوية على المنتصف، نضرب
ضربة على الجهة الثانية وضربة قوية كثير على الجهة الثانية وكروس كورت ثاني ونحن كثير بعاد وضربة كثير قوية لقدام ومننهي. يا ولد يا ولد يا ولد فاموس يا ماتادور على هالنقطة فاموس يا اسبانيا يا سلام. شوف 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 طبعا بنقول له اي ديد ات انه انا فعلتها بقلنا بكل روح رياضية نايس وين وكانت مباراة جميلة. بتمنى انكم تعملوا سبسكرايب فولو ولايك وشير للمقطع طبعا اذا فيكم تعملوا فولو على التويتر وعلى الفيسبوك والاشياء هاي كلها بتعرفوها. برجع لكم المباراة قصيرة بس هي متعة هي السلسلة انه تكون بهالطريقة. حنزلكم مقاطع قد ما بقدر كل ما ازداد عدد المشاهدين. شوفكم بحلقات جاية ان شاء الله. كان معكم عمر ومع السلامة.